لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في موقع الهيئة نت، اليونيسيف: تحديات كبيرة يواجهها النظام التعليمي في العراق. في صحيفة المدى، ميسان: مساعي لكبح الصراعات المسلحة وانتشار المخدرات. في القدس العربية، احتجاجات في شتى أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا. في موقع عربي 21، الاحتلال يغتال 3 مقاومين في نابلس. في صحيفة الجارديان، اتفاقية نووية معدلة بين أمريكا وإيران تمثل تحدياً لحرب الظل الإسرائيلية. في صحيفة لوموند، بعد غزو بوتين لأوكرانيا، هذه هي أشد المخاوف الأوروبية. وفي صحيفة واشنطن بوست، تغيرات جيوسياسية واسعة حول العالم ستحدث إذا انتصر بوتين في أوكرانيا. السلام عليكم. يقول الكاتب جهاد بشير: بينما تترجم الميليشيات المرتبطة بإيران الخلافات السياسية بين أحزاب السلطة صراعا ميدانيا سمته الاغتيالات والتخويف ومحاولات الإقصاء والإزاحة، تشير التوقعات إلى أنه قد يتطور إلى مستوى غير مسبوق. تحاول السلطات حرف الأنظار وصرفها عن حقيقة المشهد بإحداث أزمات جديدة في مناطق أخرى بدوافع طائفية لا تتقوى فيها سوى على المدنيين الذين باتوا ينتقلون من مشكلة إلى أخرى أعقد منها. طالما كان تيار الصدر هو الأكثر جدلاً على مدى مراحل العملية السياسية بتقلباته واحترافه تدوير البوصلة دون اعتبار لمنطق أو عقل، فحين صارت الأمور بعد نتائج الانتخابات بين يديه، وهذه من ضحالة مستوى النظام السياسي في العراق، وجد نفسه خاويا لا يقوى على تحريك حجر، وليست ثمة وجهة معتبرة يولي نحوها، ولا قبل له في أن يضبط شركاءه العصاة الذين انقلبوا عليه وباتوا قطبا إيرانيا مضادا، ولا هو قادر على أن يتخذ قرارا حاسما بتوظيف ما يسمونه الاستحقاق الانتخابي في تشكيل حكومة يفرض من خلالها على نظرائه واقع الحال. ويبدو أن حكومة الكاظم مرتاحة لهذا الحال، وهي تراقب ارتفاع موجة الصراع بين ميليشيات العصائب والسرايا التي وصلت في محافظة ميسان جنوبي البلاد حد التصفيات الجسدية. وأمسى عقد العلاقات التي تحاول مرجعية النجف ضبطها تحت مظلة الحشد ينفرط يوما بعد آخر، وتتوارى أجزاؤه خلف صخب الأحداث، وهذا مما يعطي الحكومة فرصة في البقاء مدة أطول بصرف النظر عن مقدرتها على ضبط الوضع أو تحجيم حدة الصراع. فالمتخاصمون أنفسهم لا يستطيعون ذلك لأن تحركاتهم مرهونة بإرادة من يتبعون له، وهذا المتبوع إنما يراهن على استمرار الأزمات في العراق، لأنها المسند الأكثر قوة في الحفاظ على ديمومة النظام حتى وإن كان مترنحا متذبذبا تتقاذفه التطورات على كافة الأصعدة ذات اليمين وذات الشمال. فالمهم في منظوره ألا يهوي ساقطا في المرحلة الحالية. الأطراف الأخرى من الميليشيات التي لا تزال تقف على الخط الثاني من المواجهة فيما بينها أوكلت لها مهمة جديدة، فبعد أن بدأت تثير الشغب بتحركاتها في محافظة الأنبار في الأيام العشرة الماضية، عادت مرة أخرى في هذا الأسبوع للقيام بحملة تهجير ممنهجة في محافظة صلاح الدين بمعية القوات الحكومية. وقد سلف بيان مقصد حكومة بغداد في تحقيق مزيد من المكاسب من بقاء حالة التوتر في البلاد قائمة، فإذا ما رأت قوى التحكم في النظام أن على الصدر وخصومه الوصول إلى نقطة مشتركة بعد انقضاء مرحلة لا بأس بها من الصدامات المفضية إلى المقايضة السياسية وما يلحقها من سطوة أمنية وتحكم اقتصادي، فإن الأزمة في مناطق العراق الأخرى تبقى قائمة وتحقق للنظام مقاصده.
وهنا نبقى مع الكاتب جهاد بشير ومقاله عن صراع الميليشيات ومكاسب الحكومة. الأطراف المتصارعة في نهاية المطاف لا تخسر شيئاً من مكاسبها ومصاريحها، فهي في الحقيقة أدوات مستأجرة تنفذ ما عليها وتأخذ أجرتها على ذلك، دون أن يضع القياديون أو الزعماء في اعتباراتهم هلاك المزيد من أتباعهم أو تضررهم، فإنما هم استقطبوا بالطائفية والعاطفة التي تذهب بالبصيرة وتودي بالعقل عن إدراك أي اعتبار. لكن المدنيين في مناطق الصراع هم الضحايا الأساسيون الذين يدفعون أرواحهم ومستقبل أولادهم ثمناً بلا مقابل، ولا سيما أولئك الذين يتعرضون لعمليات تهجير ممنهجة في محافظات صلاح الدين وديالى، علاوة على واقع الحال في نينوى والأنبار، فضلاً عن المناطق المنكوبة في أحزمة بغداد، في ظل عمليات عسكرية مستمرة فيها تنطلق بشكل دوري مدفوعة بواحدة من أكثر الكذبات رواجاً في المشهد العراقي، محاربة الإرهاب، رغم أن السلطات زعمت منذ 3 سنوات ونصف تحقيق الانتصار عليها. أما السياسيون الذين يزعمون تمثيل المناطق والمحافظات التي تغشاها عمليات التهجير فقد تجاوزوا منذ حين وصف شهود الزور وبلغوا عن جدارة مرحلة متقدمة في التبعية، فصاروا كما يسميهم العراقيون في لغتهم الدارجة نوعا من الذيول، وهم الأدوات الأكثر دناءة وابتذالا في الركوع والركون تملقا ونفاقا في تحصيل وحماية مصالح الإرادات الخارجية، وخاصة ما يتعلق بمكاسب طهران ومقاصد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن مطالبتهم بموقف غير مجدية ومحاسبتهم على التقصير لا يخرج عن إطار حديث المجالس، فضلا عن أن العتب عليهم مرفوع لأن المعاتبة في حقيقتها لا تكون إلا من محب. ويتساءل الكاتب هل ثمة عراقي يكن عاطفة لسياسي صادر ضميره وباع أهله من أجل كسب ود ورضا عدو أفسد في البلاد وأحالها دمارا وخرابا بعدما كانت فيما مضى مظنة للخير والأمن. عن ملامح حكومة الصدر الأبوية القادمة والتعامل مع وزير المالية نموذجاً، كتب نظير الكندوري مقالاً في موقع مركز راسام جاء فيه: آخر تغريدة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة شن هجوماً على السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، وطالب باستدعاء مدير البنك المركزي ووزير المالية للمثول تحت قبة البرلمان ومساءلته عن سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي جاءت كنتيجة مباشرة لخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بحسب رؤيته. بغض النظر عن أحقية أو عدم أحقية محاسبة وزير المالية ومدير البنك المركزي بسبب غلاء الأسعار الحالي في العراق، إلا أننا نريد أن نناقش موضوعاً في غاية الأهمية يتمثل بملامح حكومة الصدر القادمة التي يريد الصدر إدارتها بطريقته الأبوية كما أعلن عن ذلك في مناسبات عديدة، وما مدى قربها أو بعدها عن الديمقراطية التي يزعم السياسيون جميعاً التمسك بها ومن بينهم الصدر. إن تطبيق نموذج الحكومة الأبوية وجعله النظام السائد في سياسة الدولة العراقية من شأنه أن ينسحب على جميع الأنشطة الاجتماعية في العراق، ويتحول المجتمع العراقي من مجتمع يسير تجاه الحداثة والتطوير وتأسيس دولة المؤسسات إلى مجتمع يسير إلى الوراء ليكون بيئة طاردة لكل ما هو جديد تنتجه الإنسانية من أنظمة تصب في مصلحة المجتمع. وسيتم استبدال الدولة وسلطتها ومؤسساتها بالعشيرة والقبيلة والعائلة لتقوم هي بدورها في تنظيم فعاليات المجتمع، والحقيقة أن هذا الانزواء والتراجع للوراء في المجتمع العراقي بدأ بعد احتلال العراق عام 2003، فقد بدأنا نرى عجز سلطات الدولة عن حماية المواطنين والدفاع عن مصالحهم وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى سلطة القبيلة والعشيرة لحماية أمنهم الشخصي أو استرداد حقوقهم. وشيئا فشيئا غيب دور الدولة وسلطتها لصالح الدور الأبوي للقبيلة والعشيرة أو المذهب،
وغاب دور النخب المثقفة من مفكرين وأكاديميين وقادة رأي لصالح الانتماء العشائري والقبلي والديني الطائفي. وهذا ما لاحظناه بشكل جلي في انتخابات مجلس النواب العراقي ولدورات عديدة، حيث أن الترشيح يكون على أساس الانتماء الطائفي والقومي والعشائري، مع غياب متعمد لأي تمثيل للمفكرين والسياسيين المهنيين في البرلمان، وغياب أي جهة حزبية لها برنامج سياسي ناضج لبناء الدولة. أمر مؤسف جدا أن يعيش البعض شيزوفرينيا ثورية يتجول في بلدان الغرب ويتغنى بالسيد بوتين ويشتم أمريكا ويطالب بطردها، ثم نجده يجلس مبتسما مزهوا أمام سفيرها كما يفعل ساسة العراق، بحسب مقال للكاتب علي حسين. هل أنا مع أمريكا ضد روسيا؟ بالتأكيد لا، لأنني أعرف أن السيد بايدن الذي يتباكى على انفصال دونيستك ولوغانسك عن أوكرانيا هو نفسه صاحب فكرة تقسيم العراق إلى 3 دول. في المحصلة نحن أمام نموذج صارخ للتناقض، فأمريكا ضد التقسيم والانفصال في أوكرانيا، لكنها في الوقت ذاته المحرك الأول لنزعات التقسيم في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا. ولأننا نعيش أجواء أزمة أوكرانيا، فقد خرج علينا السيد عادل عبد المهدي ليدلي بدلوه مرددا قول نابليون: الجغرافيا مستبدة. وفي لفتة فلسفية يخبرنا عادل عبد المهدي أن الغرب سيهزم رغم أنه يمتلك العلم والجغرافيا والتاريخ. ولا أريد أن أدخل في حوار بيزنطي مع السيد عادل عبد المهدي الذي لا يزال يعتقد أنه أنقذ العراق من شباب الاحتجاجات، وأن الإمبريالية تآمرت عليه لأنه أراد أن يحول العراق إلى صين أخرى. والغريب أن السيد عبد المهدي وهو يسخر من الغرب وأمريكا ويتنبأ بسقوطهما كان قبل أيام يجلس مبتسما مع السفير الأمريكي في بغداد، وقبل ذلك تسامر مع السفير الفرنسي، وسنجده يوما يتحدث مع السفير البريطاني عن روايات أغاثا كريستي، وربما سيقول لجميع هؤلاء السفراء إن الجغرافيا ديمقراطية. يعني خاضت فيتنام حربا شرسة ضد الأمريكان راح ضحيتها عشرات الآلاف، ولا تزال صور المآسي تحتفظ بها هانوي في متاحف خاصة، بينما تعج العاصمة الفيتنامية اليوم بالسياح الأمريكيين وبالاستثمارات الأجنبية. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أنه بعد غزو بوتين لأوكرانيا هذه هي أشد المخاوف الأوروبية. لنستمع إلى جزء من هذا المقال. في مواجهة بوتين سعى قادة الدول 30 الأعضاء في الناتو قبل كل شيء إلى إظهار وحدتهم وتصميمهم، وأدان بيانهم الأخير أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود، ودعوا روسيا إلى إنهاء الصراع. وتساءلت لوموند هل ستبقى هذه الوحدة الجميلة في حال كان من الضروري تقديم التزام ملموس بحماية دول البلطيق، أو على سبيل المثال لتكثيف مراقبة الأنشطة الروسية في البحر الأسود. وبالنسبة لمارك كبيريني الباحث المشارك في مركز كارنيجي لأوروبا، فمن الآن فصاعدا ستتطلب 4 دول متاخمة لروسيا، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكذلك بولندا، مزيدا من الاهتمام. ووصفت لوموند فلاديمير بوتين بأنه زارع حرب، معتبرة أن الهجوم الروسي المستمر في أوكرانيا يمكن أن يمتد إلى البلدان المجاورة، قائلة إنه على المستوى القاري يتم التعامل مع المخاطر بجدية أكبر، بحيث من المرجح أن يتغير الوضع الأمني والجيوسياسي إذا أصبحت أوكرانيا بحكم الأمر الواقع تحت السيطرة الروسية. وترى الصحيفة الفرنسية أنه في النهاية يمكن أن تقرر موسكو بعد ذلك إقامة قواعد عسكرية أو صواريخ أو ترسانة نووية هناك، يمكن أن تهدد القارة بأكملها. في مقال لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، توقع روبرت كاغان أن يتسبب انتصار روسيا في حرب أوكرانيا بتغيرات جيوسياسية واسعة حول العالم،
وقال كاغان إن التغيرات ستشمل أوروبا وحلف الناتو والنظام العالمي القائم، إذ ستؤدي هزيمة أوكرانيا إلى بداية حقبة تسيطر فيها الصين على تايوان وجنوب شرق آسيا، حيث سيشجع الانتصار الروسي الصين على غزو تايوان والسيطرة عليها لتهيمن على المنطقة. ذلك يعني خلق ثلاث كتل في العالم، أمريكية روسية وصينية، لكنه يحذر من أن تعم الفوضى حول العالم، لأن كل منطقة في العالم ستحاول التكيف مع التشكيل الجديد للقوة. إن روسيا إذا انتصرت في الحرب ستكون قد أصبحت قادرة على نشر قوات عسكرية غربي أوكرانيا، ومع قدرتها على فعل ذلك في بيلاروسيا أيضا ستصبح موسكو قادرة على نشر قواتها الجوية والبرية والبحرية على حدود بولندا الشرقية التي يبلغ طولها 650 ميلا، وكذلك على الحدود الشمالية لرومانيا، بالإضافة إلى الحدود الشرقية لسلوفاكيا والمجر. أما التهديد الأكبر فسيكون على دول البلطيق التي ستعمل روسيا على فك ارتباطها بحلف شمال الأطلسي الناتو، عبر البرهنة على أن الحلف لا يمكنه حماية هذه الدول بشكل فعال، خصوصا في ظل تشارك روسيا الموسعة مع 7 دول أوروبية. ويتابع الكاتب بالقول إن الوضع الجديد قد يفرض تعديلا كبيرا في معنى وهدف حلف الناتو، فالرئيس بوتين يريد إعادة نفوذ روسيا التقليدي في شرق ووسط أوروبا، كما يسعى إلى إنشاء بنية أمنية أوروبية تتحالف مع القوات الروسية على طول الحدود الشرقية للناتو. أعاد هجوم بوتين أشباح الحرب التي طاردت أوروبا على مدى قرن، وقد راقب العالم برعب الهجوم الكثيف بالصواريخ والقنابل والدبابات وأيضا التضليل الإلكتروني والحرب السيبرانية على أوكرانيا من 3 جبهات، وشجبت عدة دول الهجوم. لكن الحقيقة المرة هي أن أوكرانيا تواجه بوتين لوحدها، والنزاع ليس حالة تشبه المشي مثل النائمين نحو الحرب، كما حاول بعض المؤرخين وصف الزحف الأعمى نحو الحرب العالمية الأولى عام 1914، فهي قريبة لهجوم مر وانتقامي قام به الزعيم الألماني على الجارة تشيكوسلوفاكيا عام 1939، ولم يصل بوتين إلى درجة أدولف هتلر بعد، ولكنه يشترك معه بهوس تصفية الحسابات عبر القوة العسكرية. أبدى متظاهرون في جميع أنحاء العالم دعمهم لشعب أوكرانيا، ودعوا الحكومات إلى بذل المزيد لمساعدة كييف ومعاقبة روسيا وتجنب نشوب صراع أوسع. وخرج مئات الأشخاص في مسيرة وسط هطول أمطار غزيرة في مدينة سيدني الأسترالية مرددين هتافات أوكرانيا ستنتصر، بينما دعا المتظاهرون في طوكيو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي. وتظاهر الآلاف في الشوارع في أوروبا، وقام متظاهرون ومن بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج بلف أنفسهم بالأعلام، ورفعوا لافتات أوقفوا الحرب في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.